إذن عن تصريحات مسؤولي أمانة بغداد عن توأمة العاصمة مع باريس وغيرها من المدن الكبرى في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها العاصمة العراقية بغداد، ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن الزيدي. دكتور حسن، مرحبا بكم. يعني كما تحدث التقرير، يتحدث مسؤولو أمانة بغداد عن توأمة مع العاصمة الفرنسية باريس. بداية، كيف قرأت هذه التصريحات في ظل الأوضاع التي تعيشها العاصمة بغداد؟ من حيث المبدأ طبعا نتمنى، في الحقيقة نتمنى أن تتوأم بغداد مع باريس، وكان يفترض أن تتوأم من زمان جدا، يعني متأخر تماما، لأنه دول عربية عديدة، يعني حوالي 10 دول عربية عواصمها توأمت. أول واحدة كانت سنة 82 القاهرة، سنة 82، يعني صار 40-50 سنة توأمت إلى دوحة، كانت الدوحة، ثم اكتمل الموضوع بأربيل. أربيل 2019 توأمت مع باريس، وهي عاصمة إقليم وليس عاصمة دولة. أما الحديث الآن عن التوأمة، هذا عبعوب السابق قال شنو الإمارات، هي زرق ورق. الآن احنا يعني يعني مع احترامنا للمحافظ الموجود الحالي، المهندس المحافظ توأمة وتوأمة، المدينة غرقانة بالأوساخ وغرقانة بالأوحال وغرقانة، مدارس ماكو، شوارع ما موجودة. هي ليس العبرة بالتوأمة، يعني مو أنا ألبس ذهب وجوعان وألبس كذا، يعني هذا عبارة عن ترقيع وضحك على الذقون. هذه المشاريع يحكون عنها هي مشاريع زائفة مو حقيقية، لأن ليس العبرة أن نتوأم ونحن جياع، أن نتوأم وبغداد شارع الرشيد العظيم، هذا شارع الرشيد الآن تسرح به الحمير والجرذان إلى آخره، فعيب عليهم يتحدثون بهذا المنطق التافه السخيف، مع احترامي لهذه الكلمات. طيب دكتور، لو تحدثنا عن المسبب في ذلك، يعني على سبيل المثال مؤسسة ميرسر العالمية للاستشارات صنفت بغداد كأسوأ مدينة يمكن العيش فيها في العالم. من المتسبب في ذلك؟ من الذي أوصل الأمور إلى هذا التدني في العاصمة بغداد؟ أولا النظام السابق أهملها، لأنه اهتم بالقصور مالته، بالمنطقة أيضا ما تسمى الخضراء، كان تسمى القصور الجمهورية وقصور المختلفة، زائدا الاحتلال البغيض الأمريكي اللي غزا العراق وحطم كل مؤسسات الدولة بما فيها جسور والكهرباء ومؤسسات صحية. ثالثا النظام الطائفي الرجعي المتخلف الذي أمعن في تحطيم بغداد، لأنه تم هم فقط بالنجف وكربلاء كل النهار تضوي ليلا ونهارا، وبينما بغداد العظيمة أهملت وبشكل مقصود تماما. طيب دكتور حسن، أمين بغداد يقول، وكما تفضلت أنت قبل قليل، يقول إن لديهم مشاريع ستجعل بغداد شبيهة بباريس واسطنبول. هل يوجد في العراق مقومات البنية التحتية والشفافية المالية يمكن أن تمنح المدينة هذه الفرصة برأيكم؟ هذا المحافظ مع احترامي إلى المهندس كلام تافه، مثل عبعوب قال الإمارات شنو الإمارات، هي عبارة عن زرق ورق. وكان هو زرق ورق، هو الذي تافه وراح قتل عدهم. الآن مع احترامي لكل المحافظين جاءوا إلى بغداد بما فيهم الدكتورة السابقة المهندسة والثلاثة القبلة، كانوا حرامية سراق مدانين، وهو قد يكون سيتعرض إلى الإدانات اللاحقة. هم كلهم طائفيين ومثبين، لم يهتموا ببغداد مطلقا. هذا الكلام بجعله مثل باريس، مثل اسطنبول، هذا كلام عيب يقال، عيب يتكلمون به أصلا. بغداد الآن مريضة بشعبها، هي بطالة كثيرة، هي أمراض، قلة المستشفيات، قلة المدارس. هي ليس العبرة ولا توأمة مع باريس، شنو قيمة عبرة التوأمة مع الجوع، مع البطالة، مع الفقر؟ يعني مجدوا على يشتي قديفة، بلد جوعان، بلد تعبان، ليس العبرة بالتوأمة. طيب دكتور حسن، لو تحدثنا عن الشفافية المالية،
هناك وثائق كشفت أن أمينة بغداد السابقة ذكرى علوش تسببت بعدم إكمال مشروع بيئي في المحافظة، ولكن لصالح من تمنع أمينة بغداد هذا المشروع، وهل من أثر منعه على البيئة في بغداد برأيكم؟ بالتأكيد قلت لك هم اهتموا بخاصة يعني هي مدينة الثورة، نعم. أهملت اللي هي مدينة صدرية على أساس تابعة للصدر، بينما تروح لمثلا لندى الجف وكربلاء بنوا بعض المقابر للحكيم إلى غير، كأنها تساوي قبة محمد مو مثلهم، محمد بالمدينة قبره مو هكذا، عليه الصلاة والسلام. ولذلك انشغلوا بمقابر أشخاص، بمقابر رموز مع احترام إلى تافهة تافهة، وأهملوا بغداد وشوارعها الرئيسية. أظن ما كنت بغداد دكتور حسن، نحن نتحفظ عن المصطلح الذي أطلقت بأنه تافه، وأنتم من تتحملون مسؤولية يعني هذا التوصيف. دكتور حسن، أخيرا، كيف ترى تورط أمانة بغداد بتوزيع تعويضات على الفلاحين مقابل مصادرة أراضيهم لصالح العسكريين من الضباط والمراتب، رغم عدم وجود بند في الميزانية يقر بذلك؟ هذا لكسب أولا ضباط، وضباط هم يعتبرون حشد شعبي، نعم. أو لربما شعبي غير رسمي، عبارة عن عملية تهجير وتصحر في المدينة، لما ما بقي من المناطق الخضراء وإلى آخره والمناطق الزراعية المحيطة ببغداد، هذا عندما تتحول إلى مدن إلى بناء معناه يزداد التصحر في بغداد. ثم إبعاد الفلاحين إلى أين؟ وما تعرف قطتهم، يردون يبعدون المناطق المحيطة بهم ويجيبون قوى عسكرية حتى يأمنون أمنهم، لأنهم خافون من الشعب. الآن هم في وضع سيء لأنهم انهاروا وسقطوا معنويا من الشعب نفسه، ولذلك يبحثون عن دعم جيش وقوى غير رسمية غير نظامية بما فيهم الحشد الشعبي. عبر سكايب من باريس الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن الزيدي، شكرا جزيلا لكم.